توعدنا وحنا على عهد الوفا والغرابين بنبقى عليها دوم مهما توعدنا وبحول الله صح؟ تبين ازعل، تبين ازعل سلطان، كبر خالي والله انت تكبره. من اروح ضايق؟ من اروح ضايق؟ سلطين سلام. لو ما طلع إلا بالجامعة دي فسوى عندي شيء واحد ومليك وسهلا. صلوا على النبي، أنتم كلكم خابرين لي في خاطري ولا أبي أزود كلام. لبيك استرس، روح روح. أنت كسبتنا أخوان وحنا كسبناك أخو. أنت السيف اللي عرفناك وسبعة أنعام، لا في رسمة البسمة على وجيه أخوياك، ولا في الذبات اللي احنا بنفقدها، ولا في علومك الطيبه اللي احنا بنفقدها، وحنا واثقين من انك وافي سواء في البرنامج ولا خارج البرنامج. وهذه سياسه برنامج ان كلنا ماشيين عليها، ولا لو الود ودنا والله ما حد يطلع لا من قبل ولا عقب. انت اليوم ويمكن انا الصبح يمكن احد من زملائي، هذا شيء احنا ماشيين عليه، اللي احنا بنقول ان نوصي الجمهور في سيف الأكلبي. والله العظيم ثم والله العظيم انه انسان مبدع وانسان كل ابو اخويانا ان كل ابوهم يستمتعون الى صار في الجلسه، وهذا اندل دل على طيب روحه. اللي احنا بنقول نودعك حنا ويستضيفونك ان شاء الله الجمهور وتستاهل العلم الطيب. انتوا اخوان وتاجين على الراس، الله يرفع قدرك. والجمهور اخوان. السلام يا ابو بقول فيت. كلمه قالها زياد الشهري وعز الله انه صاد، انك من اعمده البرنامج وانه اهتز برحيلك، واللي احنا بنقول الله يعيننا على فقدك يا ابو بطل. وانت رفيق ومكسب واخو كبير وعزيز ومرشد الناول لجميع اخواننا اللي موجودين، وانت مبدع في مجالك اللي انت فيه. والله يوفقنا وياك، وعز الله انك من عملت البرنامج وانه اهتز البرنامج بجعل من جابك بالجنة. والله يوفقنا وياك، واللي في الصدور والله ابلغ لكن ما نقدر نعبر. ربي يسعدك ولك. بالنسبه لي
محبه وغلم خاص. خاص يعني طال عمرك بيت انت تستاهلها وهديها لك. جعل من جاوبك الجنة. اقول وانت تربع الغالي. جعل من جاوبك الجنة. ونمدهم ونغليهم ونشبه وعواني اقول للغاني ما تسباق قوله بالافعال. معك زود. والطيب وهبه ما يجي بالمناوي من روس ربع للخوي في وظلال رجالهم بالطيب باعه رهاوي. ابشر بسعادك. يستاهلون عز الله مثلهم خير تمثيل. انا اشهد. انا عندي كلمه بس بعد اذنكم. انا ابو سيف ايوه اخو سيف تربطني فيها روابط اخوه وسيف وكلنا سيف مبدع ونجم وطلع من عندنا هنا باذن الله انه طلع للنجوميه. سعود 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 تعال تعال نايف 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 والله تجي والله والله حلفت حلفت اصبر. فاقول لك يا سيف الله يوفقك كان يجمعنا اشياء بيننا كبيره وان شاء الله ان بنلتقي باذن الله خارج البرنامج ونجدك نجم. انا اقول لهذا الرجل نجم نعم الرجل ونعم القبيله ومثلها خير تمثيل واللي في الصدر واجد ولكن اقول انتبهوا لهذا الرجال ترى انت بتزاحم من النجوم اللي قدام وانت سفيرنا بالنسبه هذا طالب من غير بس بكم اضبط لكم الوضع برا الله يعافيك اتحراكم لا تطولون علي من يقول سالم جعل والديك في الجنة أنت هو جعل من جعلك في الجنة إلا حظ اللي بتقابلهم ذا الحين بك جعلني معي حنا بنفقدك لكن عسى الله يرزقنا الصبر جعل ربي يحفظك وتذكر إخوانك اللي معك هنيا على السراء والضراء لا تنسانا والله نحاسب على روسكم كلكم جعلني والله ما عدم راسك لبي جعلني ما عدم جعلني ما عدم البداية وانت تضرب الشيء ذا ويطول عمره السلامة تذكر لك اخو بحايل وانا اخوك انا اول ما بجي ترى من جاي الا عندك انت ولا قصورهم في الجميع لكن انت تدري بغلاطك في قلبي صلوا على رسول الله ممكن ان الجميع يعرف ايش بيني وبين سيف الاكل من أيام التصفيات وأنا وسيف الأكلوبي سوء حتى الأسرار اللي بيننا يعطيني همه ويعطيه همي وكل منا يقوي الثاني والقوة بالله على كل حال ولكن اللي بقوله إن الله يوفقك ويسر أمرك وفالك التوفيق يا أبو سلطان علومك أنا متمع أخوياك ولا قصر منك حق والله يجمل حالك وسلامتك يا ابو عبد الله لبيك لبيك تعال تعال كلمك الاسبوع اللي راح يوم طلعت شو تقول وش اللي حاس في خاطرك؟ ما حاس في خاطري شيء وانت خابر و وترى حاس في خاطري الحين زيني ما عدم والله انا حاس في خاطري الحين لو خمس دقائق البارح جعل ربي يطول عمرك لكن انت عارف قدرك وغلاك عندي والله وهذه بدايه ان شاء الله الانطلاق وباذن الله اني معك في البرنامج وبرا البرنامج اللي هونها يا طول العمر اني خابر ان اللي بخطركم كلكم ولو ماني بحاسبن على رؤوسكم في البرنامج وبرا البرنامج بيلحقني ضيق لكن خابر ان هنا يا جبال ولا ظهرت يا طول العمر بتعينون لكم خو فعشان كذا والله مثل والله انها عندي سهالات ولا لحقني ضيق ولا زعل لبيكم يا ربي يوفقك من يقول سالم يا ابو عواد وانت اخونا الكبير وتاج راس وقدوه واخلاقك جدا عاليه ونتعلم منك الشيء الكثير عسى ربي يوفقك والجمهور معك وحنا اخوانك معك واعلم بان اخوانك في البرنامج وخارج البرنامج ما يحتاج يا ربي يوفقك يا ابو سلطان انت فوق الشك عسى الله يوفقك وين ما كنت تعال سوي ويسر امورك أنت يمكن يدرون كثير بداية البرنامج راح مدرج بداية البرنامج صار بيني أنا وياك زي التتش وانحل في وقتها ويعلم الله أنك من الناس اللي حبيتهم في البرنامج وصدق أبو سعد يوم قال لك روكس من ركائز البرنامج لكن أبي منك تم على الوعد اللي اتفقنا أنا وياك وسالم بعد البرنامج طبعا الجمهور ما يدري متفقين ان شاء الله انا ما اخلي ولا مباراه برا لان حضرها انا ولا الجروب حقي الكوره فتم انت وابو انت مسر على صلى الله يوفقك ابشروا بس صلى الله لبيك يسلم
حاسب على راسك. جاني ما عدمك ولا عليك خوف من برا. وعارف اللي ايش قبل البرايم جالس على كنبه واحده انا وياه ومحمد مساعد وقلت دين وانا متاكد قلت والله انها في واحد منا الثلاثه خبرنا وجيه ودره ولا تخطينا سمعت والله ما عدم. وابو مسفر اخو ابو مسفر مبدع تعني والله المبدع انت والله الذي لا اله له ان كلكم نجوم كل واحد في مجاله وحتى اللي ما بعد خذ فرصه انا متاكد انه ما طالع من هنا الا هو نجم وشيء خاص منه. انا بالنسبه لي علمتكم وقد شفتوا انا بس اللي حازم خاطري حاجه واحده ودي انكم باقي عندي كاركتر سوداني ما سويته لكن ابشروا بالعوض اسويها انا ابو مسفر والله واحد زين يا ابو مسفر نبدا لبيك مرحبا يا راعي الصوت الجميل الله يغفر لي اقسم بالله اذا كان في ذا النسخه في النسخه كلها بيطلع مقدم ناجح وناضج عنده كل مقومات المقدم الناجح فما يتعدون يصير يعني والديك في الجنه هذا والله اللي هذا اللي نشوفه وشيء هذا وسام شرف الله يطول عمرك منكم يلا ثاني حاجه انت تقول كلكم نجوم كلنا نجوم الا انت قمر الله يجعل والديك في الجنه ثالث حاجه انت جبت الكلام ده من ايه ثالث حاجه انا اطلب ممكن ما تبغاني اقولها ولكن انا اطلب عبد الله ان الرجال هذا عنده بودكاست انه يخلي الرجال يكمله جعل والديك اللي يهونها جعلني معدم طلبتك استحم ابو عبد الله ترى قد اعطاني لوكيه قبل ثلاث ايام بغيت اسويها اليوم الصباح لكن المعدات ما شحنت للحين والله اني مارهم بس عشان الجمهور يدري اني ما دخلت هنا عندي هدف بخليه اني قلت لهم جهزوا الاضاءه وجهزوا كل شيء اللي بيطلع منا طلع هم طبعا الضيوف اللي عندي فيه ثلاثه منهم هنا وانا المقدم للاسف وراح لكن الخير قدامي باذن الله وماني موقف هذه حاجه الحاجه الثانيه البودكاست باذن الله ماني طالع من القريه هنا اللي قد سويتها مع الضيوف وانتظروا في تقارير على قناة الواقع إن عجبكم هذا يزيدني شرف وما عجبكم يزيدني شرف يلا أبو سلطان أبو سلطان قل لها شوف إن شاء الله أنت بما أنه ما خلوك تكملها أمس فبإذن الله نبو عبد الله أنك بيخليك يسمح لك يومين تكفلها منها وثاني حاجة أنا والله أني كناصح وكشخص يبيلكم الخير يلي الجمهور اللي يتابعنا ذا الحين أنكم لا تفرطون في ذا الرجال ما جاوبك الجنة شيكوا بس على حسابه شيكوا عليك كشخص وبعدها ارجعوا والله صدقوني بعجبكم الله يوفقك لبيك اسلم عشان نبدا اسلم لا 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 ابو بطي كل بقولها في السناب كل بقولها انا والله عندي هدف وقلت لاثنين من العيال هنا الله يسامحهم لانهم اكثر من حزني لكن انا قلت عندي هدف بوصل له من غير اللي دخلته في البرنامج كله اني بخلي اغرب ستيج وداع مر في تاريخ البرامج عندي اني 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 بخلي العيال بدال ما يبكون يضحكون والله يقدرني على هالشيء والله مو برخيص عندنا وانه يدري بقدره لكن من طيب روحه واخلاقه معنا واللي هم متعودين عليها وهو اللي يزرع ابتسامه فينا اول مره اشوف ابراهيم فيه ضحك وسوالف لكن الله الله فيه الجمهور وببطي والله انه يستاهل اي والله الكبير قوي الكبير وصل حازم سالم ابو بطي لبيك ابو بطي والله العظيم انه ما يمر يوم في البرنامج لنا الحين 63 يوم والله انه ما يمر يوم الا اني مصرع ضحك مثبت الرجال اقسم بالله انا عشان كذا انا خففت لان صادره في دقيقه عبرها بطلت لكن انا اناشد جميع جروبات الدعم جميع المتسابقين وانا امون عليكم كلكم دعم الرجال هذا تبي تستانس تبي تنبسط تبي معلومات تبي كل شيء عندك تبي السعاده خذ رقمي الله يجعل ربي يوفقك والله العظيم من هذا والله انا اتفائل فيه معلش عندي فداك اتفائل فيه لدرجه اني طلعت في الاسبوع اللي هو فيه عمده قايل لكم خلوها ثلاث ايام انا خابره سلمت العماده سلمت العماده ما هو علمني عشان اخذ منهم لا الحين الله يجعل ربي يوفقك سالم ولا قطع نواركم سالم من اول ما دخل وشهاده حق لله عز وجل عينت قلت النتفه هذا ما يعني متقبله ولا قصيده ولا وجهه قسما بعزه الله انه من اغلى العيال كلكم غاليين لكن النتفه هذا بالنسبه لي انا شيء ثاني وللمجد بقيه برا البرنامج باذن الله يمكن داخل بواسطه الرجال يطول عمره لا ما عاد معك واسطه طول البدايه شيخ ابو سلطان انت تدري اني انا في البرنامج هنا ما عدت الا مثل ابوي انا جعلني مبسوط جعلني مبسوط كبرتني جدا افداك الله يجعلني افداك لا والله انك اخوك كبير واني اخذ الضايق ما انت دايق هذا اول شيء
الشيء الثاني احنا على وعدنا باذن الله بعد البرنامج شروا بس انا وانت وفايز وباذن الله وعد طيب والله يجعل ربي يوفق انتظروا يا اهل بيشة انتظروا يا اهل بيشة والله يجعل ربي يوفق ولا عليك خوف تركي انا ما ابغى اتكلم على رجال كل واحد من بعينه لكن ان سمحتوا لي ولا بيطيل عليكم تركي يعتبر اصغر واحد في النسخه عمرا فقط اما قدرا وهذه عز الله انه نعم تركي والله الذي لا اله الا هو ما يخلينا نصبق هوا ولا يخلينا نقوم نجيب شغله الله يطول عمره انه ويقول اصغر رقم خادمهم الا هذا اكبرنا قدر والله انتم والله انه يحرجنا انا يوم دخلت البرنامج بقيت اساعد اخوي اصغر اخواني لكن لقيت تركي الله يجعلني يشهد الله ما يخليني يعني ما عدم الله يجعلني فدا ذاك الله الله يحب راسك شيخ ربي تسلم اوه ناصر يا الربع لا احد يسمع صوته الا لقده بيرقد لبيك تعال يا سلطان جعلني فداك اللي بيتكلم يجي هنا يا عيال بعد اذنكم فيصل شو انت عند سلطان ما يحتاج ارفع راسك ارفع راسك ارفع راسك ولا فند صوت انت والله يا سيف متكاسبنا بالعلوم الطيبه كلها ولو وش اقول فيك ما فيتك حقك وانت تدري وش اللي بيني وبينك انت تطول عمرك والله الذي لا اله الا هو اني اعدك اخون بعد ما هو باية اخو يعني ما عدم كاسب كل علم طيب انتهى الكلام انتهى انتهى تعني في داك تعني في داك سلطان طيق علي وثقل في ذمتي ذمه ان قلبه ابيض من توفه اللي عليه والله على ما اقول شهيد هذا والله اعلم اسلم ما ختمنا باقي لبي اقول ارحم كنا ثلاثه سيوف وذلحين ما بقى الا سيف عز الله ان سيف يجمع جعل عمرك طويل اول شيء الكلمه اللي انت كنت تقولها لي صلوا عني بيقولوا لا اله الا الله ما وترني في البرنامج الا الرجال يدخل علينا قولوا لا الله وصلوا على النبي انت ايش تبي الاولى ولا خلني اركز اقول لابو سلطان والله العلي العظيم اللي يشهد علينا الله سبحانه لا اله الا هو انك اخ عزيز وغالي علينا زعلان عليك زعل عتب بسيط عشان كلامك اللي امس ولا ودي اقوله ولكن واقول ان الرجال هذا عنده شيء المزيد الله يجعل ولدك الجنه ابشر بسعادة يا حظ الجمهور اللي بيقابلك برا لا في جاكو لا في سناب لا برنامج اكس خذوا بس نظره وقولوا انا الغلطان والله لا عجبكم جاني واحد لبيك اللهم صل وسلم على سلم يا ابو علي جعلني في داك قلبك الكلام واجد وضاع اول شيء نعم اخ ونعم الصديق والله العلي العظيم خصنا انا لا ضاق عليه شيء ولا ابغى استشيره ما جي الرجال لا غير قصور فيكم يدلك على الكلام الطيب على المشوره الطيبه اللي بنقولها وعدنا ان شاء الله بعد 90 باذن الله ما عدا 20 يوم يا سلام ياك وقلنا بنغير فكره البرنامج محمد مسفر وجه النكبه تحدينا وياه إذا طلع هو نغير فكرة البرامج نخليه يضحك ما عاد يبكي ولا أنت طلعت أنا نفس الشيء سعودي وذا الحين خلنا نضحك ولا الحزن حزن فقده ما يحتاج ولا ما عليه تدرون ليه جات في بالي ذا الفكرة؟ لأن الرجال بيطلع من هنا حد بيروح بالنسبة لي راح الأهلي والشيوخ سلطان وسامي يتحروني وطالع الله 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 أنا من جمهور سلطان يعني وسامي بس أنا من جمهور سلطان أنا ليه أزعل ليه أزعل وأنا رايح أولاً الهلي وشيباني ورايح لإخواني اللي الجمهور اللي أنا ما أسميهم إلا إخواني ليه ما أزعل الواحد ينبسط لكن يحز خاطره إني بيفارقكم معكم جيهن وأدرها لكن أزعل يا رب سعودي هذا قلبي ما ودي أقول أكثر من ذا الكلام لكن والله الذي لا إله إلا هو إلا مستقبل تحرى شوف يمكن يطول 10 سنوات لكن يمكن اكثر بس تحرى اولا انت كنت قلها امنعوني من فيصل دبي قلها قلها انا يجي ابراهيم في خط والله احنا بنقول ان الجمهور الله يسعدك والله عنده شيء والله عنده نزوع وعنده دليل ان حزينين على فرقه الا ان خلانا نضحك لأنه مبدع مبدع والله نشهد انكم مبدعين واتمنى الجمهور يتابعك لان اول شيء بيموتون ضحك وثاني شيء مبدع وعندك اشياء ما عدم الاشتراك ب 200 يا رب اخون ورجع لك الدار احبك بدون بساط سعود يسلم لبيك يا عبود لازم هذا لبيك يا جماعه تسمحوا لي اقول لكم عندك كلمه مو بالحجر الاسود عبد الله بس سعود عندي كلمه
تفضل يا سعود. تفضل. لاعب بوجه يحسسنا بالامان. لا لانك كنت من فريق الشيبان وضعنا صار عرفت الوضع صار قلق عقبك. عليك. لا احنا كنا مجموعه شيبان بس انت لازلت مجموعه شيبان جايين الحمد لله. لكن اكثر واحد كان يضحكنا والله ما جينا من بعدك انت تحديدا وعليال خابرين انت اسطوري وانت لا والله ماي كامل اخوي خلينا ندور اللي انت الذيب لكن تولج اللي برا قولها يلا تولج اللي برا نبيهم مستويين لجينا يصير بالسعد انا ابغى سعود يكمل بس وبعدين لا اله الا الله حق لا اله الا الله سيف انا تعرف لا تستحي قول وش النيه اشوفك في تم تم المهم اسمع يا اخوي ترى ثاني دقيقه بس اسمع سيف انت اخو وعزيز وغالي ومبدع واكثر شخص من بعد فيصل الدباليين وسالم الجديع اللي يحفزني لا خلاص خلاص روح بعد فيصل اسمعني يحمسني ويحفزني ويدعمني ويقول سو كذا سو كذا ولا ما جتني مصيبه ولا جتني طامت سويتها ما ادري الا عند سيف وجي اعطيه اللي بخاطري وانا انا ما ادري متحمل كل ذا الوقت متحمل تدري ليه؟ لاني ادري وش اللي في قلبك وادري انك رجال وادري انت حصان طمرت طمرت حصان الفتره اللي راحت وانا اتكلم وانا صادق جاء بعض الكلام من سعود يزعل سعود هذه مواقف بعضها تشوفونها اقسم بعزه الله لو تعرفون الرجال ذا على الواقع انت تصدمون منه قوي بكل ما تعنيه الكلمه لكن احيانا يخون التعبير في بعض المواقف وبعض الردود لكن كلنا وبعدين ما شاء الله تبارك الله كم عمره انا اقول الكلام ده اكبر منه ضارب 17 سنه عشان كذا الامور عندي الرجال اصبروا لي 10 انا زودتها بس 10 ايام لا 10 سنين 10 انا لو انتظروا 10 سنين تقعدت لكن سعود لا والله اني صادق سنتين سنه باذن الله بس يتمكن من التقديم ويتمكن من الاعلام والذي نسي بيده انه ان يكتسح الساحه تذكروا كلامي والمقطع ذا زين يعني ما عندهم سعود يا ابو سلطان لبك اخو هايوان اول شيء جعل ربي يلقيك خير والله يا سيف انا ما نفسك لانك ندري ان عندك يا طول السلامه محتوى جميل والشيء الكبير اللي بتقدم يحزننا صراحه فقدك يعلم الله انه يحزننا وان ما هو بنا جالسين نضحك انه تقول انه فرحانين لا يعلم الله الرجال هذا من امس هو جالس يقول يا الربع من امس يقول يا الربع اذا طلعت انا ما دهورني الا ضحكه اذا طلعت انا لا شوف احد يحزن اي والله ابيكم كلكم تضحكون والله انها تلبيه اللي طلبه والله والله ان يعلم الله اي والله ولا والله اننا حزنانين يا سيف اي والله والله رب البيت ان يدري وش مخطركم لكن خلاص يا الربع لحم 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 اكسر دجاج الحين حزن حزن اكسر ضحك عرفت انا ما ادري ايش لاني احب الكبسه بجبت المثل يا اخوان لكن يشهد الله اني بزعل على فرقاكم لكن والله اني لغتكم شوي لعب عبد الله عند الباب لازمني وين اقول بروح اسلم عليها هذا اللي نبيه اي والله بس اسمع تدري الابداعك في موقف زي هذا جعلني ما عدمكم تلبيه لابو علمان انا بالنسبه لي الجمهور كل ما احب اقول للجمهور كل الجمهور على راسي اي والله يشهد الله سلام نعم استاهلوا بالنسبه للي يتابعني جروب الدعم الرجال ذا لو اوصيكم فيه اي بالله كلنا كل كل شخص يحبني ها قال كلكم لا حد يغيب لا حد يغيب جروب دعمي خصوصا هذا يمثلني الرجل هذا جعلني بذاك انا اسف يا اداره اني خربت عليكم بتشغلون الحين عرضه الحين اغني نقازي الحزن خيم في الصدور المعاليل من عقب فرقه